كابتن احمد ابو مسلم نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، ملخص لاربع ماتشات. ملخص الاربع ماتشات طبعا كان متوقع طبيعي جدا، اللي احنا كنا من اول سنه سبورت للمدير الفني، بس للاسف المدير الفني فقد المصداقيه بتاعته والشخصيه بتاعته في اختياراته للعيبه المنتخب الوطني. الدليل على كده لما ما عندكش عداله، احنا كان عندنا مشكله بنتكلم ان انت واخد لعيبه مصابه، تتكلم في احمد الشناوي حارس المرمى بتاع بيراميدز هيقعد شهرين عنده شرخ في الضلوع وواخده منتخب مصر. عندك محمد صبحي بتاع نادي الزمالك حارس مرمى نادي الزمالك بقاله شهر ونص وعنده مشكله مع نادي الزمالك خدته. عندك مشكله احمد فتوح الباك ليفت وخدته. عندك مشكله في الحته بتاعت حجازي في نص اللي هي المساكين اللي كان عندنا مشكله فيها اللي جه 7 اهداف في حرز منها وخدته. عندك لعيبه ما كانش ليها دور مع منتخب مصر الفتره اللي فاتت، بنتكلم على محمود حماده في نص الملعب احنا ما شفناهوش حتى في الدوري المصري ليه بصمه معينه. والله ما اعرف ان اللي عنه النهارده، امبارح انا سالت ده مين؟ ما لعبش، ملوش في الدوري المصري كمان يعني بصمه. ما لعبش، ده هو كمان بيمر في اسوء حالاته، يعني انت اسوء حالاته كمان مع كان موجود في فاركو، وفاركو باعه النادي المصري البورسعيد. بنتكلم على لعيبه ثانيه ما كانتش ليها، احمد حسن كوكا مع منتخب طويل كبير جدا يعني تاريخ كبير جدا مع حراس الاهداف اللي احنا متوقعينها. بتتكلم على لعيبه مش مؤثره، فعشان كده انت في الاداء بتاعك بان في المنتخب ما عندكش حلول. يعني جينا نتكلم الاثنين اللي ورا، احنا بنطالب مصر كلها بنطالب ياسر ابراهيم. ما نددتش ياسر ابراهيم الا بعد ومطلعه بره ال 18، وبعد كده لما لقيت ضغط اعلامي رحت مدخله تاني. فدي كلها مشكله مستر فيتوريا، الشخصيه بتاعته والعداله ما عندوش عداله. فطبيعي التوفيق عمره ما هيجي. النقطه كمان اللي بنتكلم فيها كمان اللي اللعيبه كمان خلاص، قبل ما تقول اللعيبه وغيره بتقول لي على كارثه انه لعيبه لا تستحق في المنتخب، وعندك ممكن لعيبه بره ما تروحتش. طبعا انت بنتكلم مثلا نجري نتكلم الناس الموجوده ورا ياسر ابراهيم ده احق واحد يوم موجود. بتتكلم ناحيه الشمال عندك محمد شكري بتاع سيراميكا كليوباترا، لعيب هايل. خدت احمد فتوح ما عملكش الناتج، انت بكل شوط بتغير احمد فتوح. محمد حمدي زكي بتاع بيراميدز ما عندكش النتائج اللي بتتكلم عليها. بنتكلم على راس حربه كان لازم يبقى موجود، في زيكو موجود مع نادي زد بيشتغل بشكل كويس جدا. بتتكلم على لعيبه في نص الملعب، في لعيبه مؤثره بشكل كبير. انا امبارح عمل خطا، انا بتكلم اللي هو كان كل ماتش يا استاذ احمد تحس ان هو مخدود، يعني انت هتكلم هو مخدود، حتى ردود الافعال اللي بتاعته عصبيه جدا، بيضحك يعني من كتر الوقت اللي هو جاي مش مصدق. هروح للكابتن وليد ايضا الاربع ماتشات، والكابتن احمد ادانا كده ايه طريحه في الاول على هل ده مجاملات؟ هل في مجاملات في المنتخب؟ هاخد بقى شويه وقت زياده شويه. شويتين اتفضل. معايا ضيفين بس وبعد كده ما عنديش مشكله. يعني بعد الهوا بقى. اجي انا هنا وتولى ما عنديش اي مشكله. العفو العفو. اتفضل. طيب خلينا نتكلم على فيتوريا. ايوه. فيتوريا مدرب شخصيته ضعيفه جدا. من اساسيات. طب هو اللي مدرب ولا حازم امام؟ لا هو. هو. من اساسيات المدرب لازم يبقى صاحب شخصيه، حتى لو الفنيات عنده قليله الشخصيه بتضغي على قله الفنيات. كويس. طب خلينا نرجع بقى من الاول خالص. يعني هو اللي عنده فنيات ولا عنده شخصيه؟ ولا ما عندوش لا دي ولا دي؟ ولا دي. طب هو جه ازاي؟ ما انا جاي هنقول اتفضل خلاص انا مش هقاطع. شفت؟ اتفضل اسكت. فخلينا نيجي من الاول. ايوه. خلاص الراجل ده بياخد 200,000 دولار في الشهر. نعم. مدرب كاس العالم بني سعر 30 ولا 50 ولا 60؟ 200,000 يورو. 200,000 يورو. 200,000 يورو.